شاديه، زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم في بداية حلقتنا، الدولة المصرية الحقيقة بتتحرك لإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والجهود المصرية اللي بتقوم بيها الدولة المصرية لزيادة هذه المساعدات والتخفيف عن أهالينا في القطاع مستمر. معانا دلوقتي على الهاتف الأستاذ محمود الجارحي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم، صباح الخير عليكم جميعا وعلى مشاهدينكم الكرام. أهلا بحضرتك. في البداية حابين نعرف منك آخر موقف لدخول المساعدات، ويعني إحنا بنتكلم في 75 شاحنة بالفعل تم إدخالهم لأهالينا في قطاع غزة. لو حضرتك تكلمنا يا فندم عن عدد الشاحنات وتقول لنا الوضع والصورة. الحقيقة عايز أرجع بس يعني بالتفاصيل لورا شوية على مدار الأيام السابقة. تفضل. سرعة رد الفعل والاستجابة الفورية من جانب مصر سواء على المستوى الرسمي أو على المستوى الشعبي. المستوى الرسمي من جانب سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى المستوى الشعبي حالة الزخم الكبيرة من جانب المصريين متمثلة في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في الإحساس بإخواتنا في غزة والمشكلة الكبيرة اللي هم فيها، والرغبة على المستوى الرسمي والشعبي في الوقوف تضامنا مع أهلنا الموجودين هناك. فكان تجهيز وبسرعة في خلال ساعات معدودة، يعني قافلة من أكبر القوافل اللي ممكن تكون على مدار تاريخ العمل الشعبي أو العمل المجتمعي، أن تتجهز 106 شاحنة في عدد قليل من الساعات وتنطلق قاصلة أهلنا في غزة. طبعا كلنا عارفين حالة الرفض الشديد من جانب الكيان الصهيوني المحتل لدخول المساعدات لأهلنا هناك، لكن مرة أخرى تفرض مصر كلمتها على العدو وعلى هؤلاء الرافضين، ونتمكن بعد اسبوع صعب جدا من بدء دخول الشاحنات. الحقيقه على مدار الاسبوع الاخير اللي هو من بدء دخول الشاحنات حتى الان، الحمد لله نجحت الضغوط المتتاليه من سياده الرئيس وقياداتنا الرسميه في ان احنا يعبر بالفعل 75 شاحنه من اجمالي عدد الشاحنات اللي موجوده، بتحمل كم كبير ومتنوع من المساعدات الإنسانية، سواء المواد الغذائية، سواء المستلزمات الطبية والأدوية، سواء الأغطية وهكذا. ما زال العمل مستمر وما زالت الضغوط متتالية لاستدامة دخول هذه المساعدات كما وعد السيد الرئيس، أو كما ضغط السيد الرئيس حتى في حواره مع الرئيس الأمريكي بضرورة فتح المعبر واستدامة دخول المساعدات. وإحنا الحقيقة في انتظار إن شاء الله خلال الساعات اللي جاية كمان دخول مزيد من المساعدات ومزيد من القوافل والشاحنات إلى أهلنا في غزة. أستاذ محمود، حابين نعرف السادة المشاهدين أكتر يعني لو بلغة الأرقام كده، أبرز محتويات هذه القوافل، المواد الغذائية، إيه اللي محتاجه فعلا أهلنا في غزة في هذه اللحظة، وإحنا وإحنا بنوصل لهم المساعدات كانوا بيقولوا إيه، عايزين إيه من الأولويات اللي ممكن نمدها للقطاع الفترة اللي جاي؟ الحقيقة يا أستاذ محمد إن احتياج أهلنا في غزة هو احتياج لكل شيء. أنت حضرتك أعلم وكلنا عارفين ومطلعين على الوضع الصعب الراهن اللي هم موجودين فيه اليوم، فبالتالي هو أي نوع من أنواع المساعدات هو إنقاذ لأرواح هؤلاء المتضررين. القافلة الأولى من الشاحنات يا أستاذ محمد ضمت ما يقارب 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم، تقريبا 40,000 بطانية ولحاف، كثير من الملابس، قطع ملابس متنوعة وكثيرة الأعمار مختلفة، تقريبا 50,000 قطع، أيضا مستلزمات طبية تدور في فلك تقريبا 300,000 قطعة ما بين مستلزمات وعلب أدوية، ودي كانت مجرد فقط مكونات القافلة الأولى يا أستاذ محمد، اللي هي 106 شاحنة اللي انطلقوا في بدء الأزمة. لكن ما زالت كل المؤسسات المجتمع المدني في مصر وخاصة اللي بتتلقى تبرعات وبتتعاون مع الهلال الاحمر بتتلقى تبرعاتها حتى الماديه وبتحولها لمساعدات عينيه ومجهزاها للانطلاق فورا الى العريش ومنها الى معبر رفح رغبه في الوقوف الى جانب اهلنا في غزه. طيب استاذ محمود، بما ان احنا بنتكلم عن هذه المساعدات، للاسف القطاع الطبي في قطاع غزه يعني تقريبا اعلن انه في حاله
شلل تام أقرب إلى الانهيار، فخليني أعرف من حضرتك تحديدا المساعدات الصحية اللي دخلت لقطاع غزة عبارة عن إيه؟ حقيقة يا أستاذة جمانة إن القطاع الطبي هناك في حالة انهيار شبه تام من جراء استهداف الكيان الصهيوني والعدو المحتل للمنشآت الطبية اللي موجودة هناك والطواقم كمان طواقم الإنقاذ الموجودة. فكان من جانبنا كان لازم أو لابد من التركيز على كل ما هو مستلزمات طبية لإسعاف الجرحى ولعمل عمليات سريعة ولتقديم أدوية فيها نقص شديد بالنسبة للمصابين أو المرضى. ده اللي التحالف ركز عليه في خلال أثناء تجهيزه لهذه القافلة. وطبعا احنا مستعدين وجاهزين ان احنا نجهز كل ما هو مطلوب، بس طبعا كل الرجاء والامل في ربنا ثم في قيادتنا الحكيمه استدامه واستمراريه دخول المساعدات اللي هتمكننا من تلبيه كل الطلبات. تمام. خمس قوافل حتى الان استاذ محمود دخلوا الى قطاع غزه، بنتكلم على 75 شاحنه. السؤال، القافله السادسه او المقبله يعني خلال الساعات اللي جايه هتكون امتى؟ حابين لو عند حضرتك معلومه. احنا جاهزين فورا على هبة الاستعداد، حاجتنا جاهزة، فقط مجرد ما التنسيق اللي بيتم على المستوى الرسمي بيعلن الجاهزية بتنطلق شاحناتنا، لانها بالفعل جاهزة وواقفة مستعدة. يعني الشاحنات متجهزة، الحاجة موجودة، المتطوعين موجودين، على هبة الاستعداد على مدار الساعة. طب في مساعدات تانية، احنا عارفين طبعا مطار العريش بيستقبل كل يوم يعني رحلات وطائرات من مختلف دول الدنيا والعالم، مساعدات إنسانية، ازاي بيتم التنسيق مع المساعدات الواردة من الخارج مع تحالف الوطني التنموي، وازاي بيتم ترتيب الأولويات؟ الحقيقة ان الهلال الأحمر بيبذل دور جامد جدا وكبير جدا في هذا الشأن، وبيتم تنسيق دخول كل المساعدات سواء الدولية التي تأتي إلى مطار العريش أو المحلية التي تأتي من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن طريق منظمة الهلال الأحمر ذات التاريخ العريق والثقة الكبيرة. هم الحقيقة هم اللي بيتولوا تنسيق مثل هذه الأمور. طيب أستاذ محمود، بداية خليني أعرف من حضرتك، هل مازال متطوعين متواجدين عند معبر رفح مع الشاحنات حتى الآن ولا تم انصرافهم؟ يا فندم متواجدين ورافضين العودة تماما، ويمكن لو نذكر في بدء الأحداث قبيل دخول المساعدات هؤلاء المتطوعين أعلنوا اعتصاما مفتوحا حتى دخول هذه المساعدات. هايل. طيب حابين برضو بما أن حضرتك معنا توضح لنا دور المتطوعين دول وجودهم أمام معبر رفح ومع الشاحنات إيه يا فندم؟ هؤلاء المتطوعين لديهم مهام كثيرة، منها مسألة التنظيم والتجهيز والترتيب لدخول هذه الشاحنات. أيضا هذه الشاحنات حين خروجها من الداخل إلى العريش كانت مجهزة بالطريقة التقليدية، تحملها مجهز بالطريقة التقليدية، لكن دخول هذه المساعدات إلى قطاع غزة يستدعي ترتيبات أخرى. يتم تفريغ هذه الشاحنات ووضعها على باليتات بطريقة معينة وتغليفها بطريقة معينة، التزامات وشروط بتفرضها آلية دخول هذه المساعدات إلى قطاع غزة حتى يسهل تفتيشها وعبورها عبر أجهزة الإكس راي وغيرها. حقيقة مجهود شاق جدا بدني، حتى بغض النظر عن المجهود الذهني والتنسيق، مجهود بدني كبير جدا بيقوموا به رغبة في التضامن مع أهلنا في غزة. في تنسيق مستمر ومتواصل طبعا مع حضراتكم والهلال الأحمر بشمال سيناء تحديدا عشان يتم تجهيز هذه الشاحنات بكافة المستلزمات ودخولها إلى قطاع غزة. حابين نعرف طبيعة التنسيق اللي بيحصل مع الهلال الأحمر في شمال سيناء. والله زي ما قلت لحضرتك إن الهلال الأحمر في شمال سيناء، احنا اتفقنا إن الهلال الأحمر منظمة إنسانية يعني عظيمة وجديرة بالاحترام والتقدير، تلقى تقديرا محليا ودوليا، هي اللي بتقوم بمسألة التنسيق ما بين الجانبين، وبما لديها من خبرات كبيرة في هذا المجال وعلى مدار فترات طويلة ومواقف مشابهة، هم بيبقى ليهم الإشراف التام والتوجيه
لكيفية تحضير مثل هذه آليات وطرق تحضير دخول هذه المساعدات إلى الجانب الآخر من غزة. طيب أستاذ محمود، بما أن حضرتك ذكرت في حديثك عن آلية تفتيش هذه الشاحنات اللي بتدخل لقطاع غزة، حابين نعرف من حضرتك وتوضح لنا آلية التفتيش دي بتكون عبارة عن إيه؟ إيه اللي بيحصل؟ هل بيتم تفريغ الشاحنات ولا بتفضل في مكانها؟ إيه آلية التفتيش؟ زي ما قلت حضرتك بيتم تجهيزها بطريقة معينة عشان التفتيش. بتعدي الأول من معبر رفح عندنا على أجهزة الإكس راي، وبعدين بتروح الناحية الثانية على لمعبر العوجة حيث التفتيش الجانب الإسرائيلي لهذه المساعدات، وده وفقا الاتفاق لأن ده أمر متفق عليه. والتفتيش برضو من الجانب الإسرائيلي بيكون عبر الإكس راي فندم، نفس الآلية؟ لا لا، للأسف مستفزين جدا في عمليات التفتيش رغبة في التعطيل والاستفزاز، فتقريبا شبه بيفتش ذاتي. يعني عايز اقول لحضرتك مش سياره سياره، لا دي باليتا باليتا بيتم تفتيشها. زي ما اتفقنا ان هم مستفزين جدا الحقيقه. بشكرك استاذ محمود الجرحي، عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي، والحقيقه يعني عمل انساني عظيم، ملحمه انسانيه بنشوفها بالفعل عند معبر رفح. وفكره التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي والمجتمع المدني ازاي كله في لحظه دقيقه جدا بنمر بيها بيقف جنبا الى جنب لمساعده اشقائنا في غزه.